يعني الزميله سهام معي الكاتب الاداري واحد من الرجالات ديال فريق الرجاء واللي عاش يعني انجازات كبيره مع الرجاء الطنطاوي. فرحه كبيره وتتويج ديال فريق الرجاء بعد موسم استثنائي. الحمد لله على التتويج اليوم وبفضل المجهودات الكبيره ديال اللاعبين والطاقم التقني والاداري والطبي والجمهور ديال الرجاء ومنخرطين والمكتب المديري على راس محمد مدرقه واخا غايب عنا ولكن تبعنا يوميا صغيره وكبيره والحمد لله. المجهود ديالنا ديال السنه كله ما خرجش لنا فارغ وكان الحمد لله ونشكروه على هذا التتويج اليوم ونفكروا ان شاء الله في التتويج الثاني وهو نايل كاس العرش ان شاء الله باذن الله.